لماذا تحول العزاء إلى ما يشبه الأعراس؟ السبب وللأسف أننا لم نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب. ممن من المعزين أنفسهم؟ ما هي التعزية؟ التعزية هي تسلية المصاب. عزيت المصاب في المقبرة، في المسجد، بالهاتف، فلا تعزه مرة أخرى. ليست التعزية أنه يقام تأبين وحفلات ويستاجر مقرئين وينصب خيام. العزاء ليس له وقت محدد، العزاء مرتبط ببقاء أثر المصيبة على المصاب. من ذهبت عنه مصيبته وأثرها بعد يوم فلا يعزى، من بقيت مصيبته وأثرها عليه ولو بعد شهر فليعزى. لا عزاء فوق ثلاث فإنه حديث لا أصل له. تعزية أن يقول أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصيبتكم وغفر لميتكم، هذه هي التعزية سنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الأمر اختلف، أتهم ما يشغله، اصنعوا لآل جعفر، لم يقل اصنعوا لبني هاشم ولا لبني عبد مناف. المشكلة في الأقارب يجتمعون فيشغلون أهل الميت أكثر من انشغالهم بهذه المصيبة. تأتي الخالة والعم ببناتها، ويأتي أزواج بناتها، ويأتي الخال والعم والأخ ببناته وبأزواج بناته، فيزدحم البيت. ليس من المروءة أن يطرد أهل الميت هؤلاء، وبالتالي فإنهم يشغلون أنفسهم إلى درجة أن بعضهم لو أراد أن يستريح في قيلولة أو بالليل بعد الساعة 12 لم يجد مكانا في بيته من ازدحام الناس. وهذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذا الذي يريد أن يطبق السنة لما يرى هذا الجمع أن يقدم طعاما يكفي لهؤلاء، سيقدم طعاما لهؤلاء الجميع، ثم بعضهم يتحين هذا الوقت من أجل أن يأكل هذه الوجبة. بل إن بعض من يقدم هذه السنة يقول أنا عازم آل فلان على ميتهم، تعالوا شاركوا معنا الغداء والعشاء، يجتمع الناس وإذا بالأمر يصبح أمرا عاديا، وينشغل أهل الميت مع انشغالهم بهذه. يعني يرى بعض الأشخاص 10 مرات في أيام العزاء، ليس من الأقرباء فحسب بل حتى من الجيران. وبالتالي فإن مثل هذا الأمر لا يجوز. بل إني أتيت إلى بعض الأقرباء لكي أعزيهم، فدخلت المجلس الكبير ثم خرجت فإذا بالملحق أناس مجتمعون وواقفون. قلت ما هذا؟ قالوا إنهم يشاهدون مباراة منقولة على الهواء مباشرة. سبحان الله، عزاء. قلت لأهل الميت لما؟ قالوا ماذا نصنع؟ نطردهم، أقرباء لنا، نطردهم، ابن خالة، ابن عمة. هذه من المصيبة. وصنعة الطعام من النياحة، كان الصحابة يعدون هذا من النياحة. الاجتماع، الاجتماع اللي يفتح البيبان وتفرش الطرق ويحط مباشرين للناس، خدم وناس يباشرون، أو أهل البيت كلهم يشتغلون ويركضون يقدمون ويستقبلون، كل هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، خلاف السنة. نعم.